الحديث اللي انا هتكلم فيه معاكم ده الحديث اللي دار ما بين فيتوريا ومساعديه في الغرفه المغلقه اللي كان بيشاهد فيها المباراه. اول الحقيقه اول نص ساعه اشاد فيتوريا بمستوى فريق الزمالك، وقال ان هو في اكتر من لاعب جيدين، ولكن في ناس كتيره كانت موجوده، وفي بعض الاشخاص قالوا له ان خلي بالك ان في لعيبه كتيره جدا مرهقه، وشرحوا له القصه منهم الكابتن حازم امام، وقال له ان اللعيبه مرهقه وان اللعيبه انت محتاج تبص على فيديوهات. فالراجل قال انا مش هقيم، انا بدي رايي في المباراه، لكن انا عشان اقيم لاعب لازم ابص له على الاقل على 10 ماتشات، على الاقل على 10 مباريات عشان اقدر اقيم. كان الحقيقه رايه في غايه الغرابه. اما الكابتن حازم امام قال له ان يعني فيهم عدد كبير جدا من الدوليين، وابتدى ناس كتير من مساعدينه يسالوا عن محمد الشناوي، قالوا محمد الشناوي هو حارس مرمى الاول والنادي الاهلي، المستوى اللي ظهر بيه كان عليه علامه استفهام كبيره جدا للراجل، ولكن كان الرد ان محمد الشناوي بيعدي بدروب، هو ده مش مستواه، بقاله سنين هو اللي متألق، هو اللي مكسر الدنيا، ولكن الأمور بالنسبة له دلوقتي ما تقدرش كام، لازم تشوف له ماتشات كتير. خش بقى على المفاجأة، أول إعجاب الراجل، ودي يعني ده شيء كمان كان كوميدي جدا في الأوضة، يعني أعجب جدا جدا ببن شرقي، وسأل هو بن شرقي لعيب دوي، فقال له لا ده مش مصري، ده مش لعيب مش مصري. فده كان أول حاجة. تاني حاجة الغريبة جدا ان كان من اللعيبة اللي اعجب بيها جدا وسأل عليها فيتوريا وليد سليمان، فكان الرد ان وليد ده الموسم الاخير ليه وهيعتزل. حاجات غريبة برضو عكس بعض، قال لهم هيعتزل، قالوا له اه، قالوا له سن وليد سليمان، وقال لهم ان هو هيعتزل. فهو قال الحقيقة من افضل اللعيبة اللي اتحركت في المباراة داخل الماتش. يعني تخيلوا من غرائب الدنيا إن لاعب بيعتزل بيلعب مبارياته الأخيرة، يعني ممكن تكون فاضل له أقل يعني من عدد مباريات قليل جدا لنهاية الموسم، وبيكون أفضل لعيب في المباراة. ده موضوع روح وموضوع حاجات كتيرة جدا عند وليد، يا رب يعني أتمنى له كل التوفيق. أحمد فتوح وإمام عاشور هما الاثنين لعيبة اللي على رادار الراجل بنسبة 100%. قال لهم اللعيبة دي الاثنين دول اثنين ممتازين تكتيكيا، قالوا دول لعيبه منتخب ولعيبه دوليين. وحمدي فتحي برضو اشاد بيه بشكل كبير جدا، هو وحسام حسن. وحسام حسن دي كانت مفاجاه، لان حسام حسن لسه سوارش بيفوقه، يعني لسه ما قدمش اوراق اعتماده في الاهلي، ولكن الراجل اشاد بتحركه في الصندوق وقال ده مهاجم جيد، وقال ده مهاجم جيد. نزل بعد كده بعد المباراة اتكلم مع فيريرا وبارك له، واتكلم مع سوارش وقال له هارد لك على المباراة، وطلب سوارش عامل ابلكيشن هو وفيرا للعيبة، ابلكيشن بتبين تمريناتهم والسيستم وبرنامجهم، وتستأذن الاثنين مديرين فنيين ان اللعيبة اللي هو هيختارها ان هو يبص على الابلكيشن بتاعهم، عايز يعرف تحركاتهم وتمريناتهم والاحمال بتاعتهم عاملة ازاي. والاثنين الحقيقه وافقوا له ورحبوا جدا، هما الثلاثه مدرسه واحده، مدرسه برتغاليه، هو الراجل على علاقه جيده جدا، يعرف فيريرا كويس جدا، ولكن سوارش قال انا ما يعني ما تشرفتش، كان الحديث برضو ان انا ما تشرفتش لسه ان انا اتعامل معاه او اشوفه. الراجل طلب تقرير مفصل من اتحاد الكوره على لعيبه المنتخب الاولمبي اللي شاركوا بصفه اساسيه، وطلب ان هو يقعد مع المديرين الفنيين للمنتخبات الصغيرة، طالب انه يقعد معاهم ويشوف السيستم ويشوف اللعيبة اللي عندهم واللعيبة سن ايه والمنتخبات اللي موجودة ايه، وعايز يعرف تفاصيل التفاصيل. طلب الراجل فيديوهات لقائمة المنتخب اخر سنة ونص، طلب اللعيبة اللي انضمت للمنتخب وطلب فيديوهات ليهم لكل لعيب 10 مباريات. انا معرفش هيتابع الحاجات دي امتى، هشوف الحاجات دي امتى، ولكن انا بقول لكم طلبات الراجل للفتره القادمه. وطلب انه يكون معاه ادمن
ادمن ودي الكواليس اللي محدش يعرفها، ان هو يدخل كل الداتا دي عنده. ادمن حد قاعد على لابتوب شغال بقى في الاتحاد، طرف الراجل، اداره، دي موجوده في كل حته في العالم، ان يدخل كل الحاجات دي عليها. اللاعب ده ايه، فين هيروح، فين القصه، الموضوع، الحكايه، الروايه، كل الكلام ده، كل الكلام ده. وطلب ان هو يشاهد مباريات لاول 8 9 فرق في الدوري الممتاز، مع ان قالوا ان في فرق الدوري يعني متلخبط وقريب من بعض. هو ده كان طلبه، اول 8 فرق في الدوري الممتاز اشوف لهم 5 6 ماتشات، واشوف اللعيبه الدوليين واشوف اللعيبه اللي مش دوليين، ابص بعيني عشان اشوف هقدر اعمل ايه، واشوف وقارن اللاعب الامور عايزه ازاي، عامله ازاي. الراجل كان ليه وجهه نظر، كان ليه وجهه نظر، وهي دي كانت المفاجاه، وقال كلمه مهمه جدا، قال ان اللعيبه اللي انا شفتها النهارده هي لعيبه مجهده جدا جدا جدا، وعلى الادارات الفنيه ان هي تعمل روتيشن، لان اللعيبه دي لازم تريح، اللعيبه دي لازم تريح. هل ده اللي قاله ده ممكن نشوفه بكره؟ هل بكره ممكن نشوف عدد كبير من اللعيبه مريحين، ولا ممكن نشوف نفس اللعيبه بنفس الاداء؟ هنا يبقى فيه حساب فني اخر للادارات الفنيه، وليس قرار لاعب، لان اللاعب دائما وابدا يدور على مجد شخصي، ليه عايز اكسر ارقام، عايز ازود ارقام، مش عايز اسيب مكاني. لكن لو انت مش قادر ريح شويه، جوع كوره زي ما بيقولوا اللفظ، جوع او خليك عطشان كوره وارجع تاني. لكن انا موجود، انا موجود، انا موجود، حتى لو انا مش مركز، انا مش في حالتي، غلط، اكبر غلط. فبكره الحساب هيبقى للادارات الفنيه مختلف في اللقطه دي. ارجع لكم بعد الفاصل.